السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في فحص جديد من فحوصات الام ار اي، وفحص ام ار اي ابدومين بلبس، رنين مغناطيسي على البطن والحوض. مبدئيا زي ما حضراتكم شايفين الابدومين بلبس لما باجي اشتغله، طبعا انا في مشكلة هنا هتقابلني. ايه هي؟ هي مشكلة النفس، فلازم يكون في عندي ريسبيراتوري سيستم، لازم يكون في جهاز ريسب بحطه على بطن العيان وبثبته على بطن العيان بحيث يقرا لي النفس بتاع العيان بشكل كويس، وتحاشى الموفمنت وبتحاشى الموشن والارتفاكت بسبب الموشن اللي بتحصل لي من النفس العيان. طبعا الفحص طويل الى حد ما، حوالي مليكم مثلا 10 دقائق او 15 دقيقه، فبالتالي مع الوقت ده كله مش هقدر ان انا اكتم نفس العيان الوقت ده كله، فبالتالي محتاج حاجه تظبط لي النفس بتاع العيان بحيث ان انا في حاله ثبات النفس اقدر اخد الصور بتاعتي. ايه الجهاز ده وبنستخدمه ليه؟ هو جهاز ريسب بيتحط فوق بطن العيان زي ما اتفقنا، عشان خاطر نتحكم في نفس العيان او ناخد صور في حاله ثبات نفس العيان. بنثبته على بطنه وبنستخدم بطاريه موجوده في جهاز الام ار اي، بنستخدم البطاريه وبنشغل الجهاز معانا فبيقرا لي الصور في حاله ثبات النفس. زي ما حضراتكم شايفين لو بصيت تحت على الشمال هتلاقي في علامة الريسبيراتوري موجودة معايا، طبعا النفس طالع نازل. لو انا احتجت ان انا اخلي العيان مثلا يكتم النفس، فبراقب النفس في المنطقة دي وبشوف هل العيان كاتم النفس معايا ولا لا. طبعا انا مش هخش اراقبه جوه، فبالتالي دي بيبقى جهاز مراقبة ان انا اقدر اراقب نفس العيان من هنا. زي ما حضراتكم شايفين مبدئيا لما باجي اشتغل على بروتوكول الابدوم بلفيس محتاج ان انا اشتغل على كويل كويس جدا، فبالتالي بنشتغل على كويل الابدومين. في عندي كويل ابدومين بشتغل عليه، المريض طبعا بيدخل هيد فيرست او فيت فيرست على حسب ما هو، لو يقدر يخش هيد فيرست ومش هيخاف من الجهاز ولا حاجه فبندخله هيد فيرست، ممكن برضو تدخله فيت فيرست وبتدخل عيان جوه شويه بحيث يبقى في مجال التصوير بتاعك. تاني حاجه معايا ان انا ممكن اشتغل على جهاز الكلوزد، على الاجهزه الكلوزد القويه زي مثلا الجهاز اللي قدامنا ده فيليبس 1.5 كلوزد، فبالتالي بنقدر ان احنا نشتغل الابدوم بلفس على الترابيزه من غير كويل خالص، تمام، على الكيو بادي العادي جدا على الترابيزه زي ما بنشتغل الحاله دي كده. لو جيت بصيت على الفحص طبعا بناخد سيرفي، وطبعا الحاله لو متسنطره فوق شويه بنظبط السيرفي بتاعنا، بنسحب سيرفي تاني وبنظبط السيرفي بتاعنا على منطقه الابدومين بلفيس او منطقه الابدومين. طبعا لو الحاله قصيره تقدر تجيب الابدومين بلفيس مع بعض في فحص واحد، لو الحاله طويله شويه وهتعدي الفيلد اوف فيو بتاعي فبالتالي بنجيب الابدومين لوحدها والبلفيس لوحدها. لما طبعا خدنا السيرفي فالجهاز بيطلب مني ان انا احرك الترابيزه او بيطلب مني ان انا اسمح للترابيزه بالحركه، طبعا ده في حاله ان احنا مظبطين الفحص بتاعنا ان هو تيبل يوز، ان احنا بنستخدم الترابيزه يعني وحركه الترابيزه. فزي ما حضراتكم شايفين بعد ما خدنا السيرفي التاني في منتصف الابدومن فجاب لي الابدومن والبلفس مع بعض في صوره واحده زي ما حضراتكم شايفين. وانا اعلم ان اي حد بيقعد يشتغل على جهاز الرنين بيتمنى يوصل للصوره دي، ان يوصل للابدومن والبلفس مع بعض بصوره واحده ويشتغل عليهم كلهم كفحص واحد او يريحوا في حاله التوصيف السيكونسات. بعد كده بالنسبه للابدومن بناخد حاجه اسمها اكزيال تي 2، بناخد طبعا اكزيال تي 2 بالنسبه للابدومن. لو انا هشتغل على الابدومن بس فباخد اكزيال تيتو على منطقه الابدومن وبعد كده باخد اكزيال تيتو على منطقه البلفس، ولكن هنا الفحص معانا الحمد لله يعني كامل من الابدومن للبلفس، فباخد اكزيال تيتو على الابدومن بلفس كلهم. الاكزيال ده طبعا باخده 36 صوره بحيث يغطي لي من فوق لتحت من اول الابدومن من فوق، وبحاول اجيب كطين في فوق الدافرام في الشيست كده، وفي نفس الوقت بغطي البلفس من تحت من عند البيوبيك بون بشكل واضح زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بحاول ان انا اظبط البوكس بتاعي على الاكزيال بشكل كويس. طبعا الحالة فيها مشكلة، طبعا كانت عاملة كلوستومي زي ما حضراتكم شايفين في الاكزيال كده في فتحة اللي هي كانت عاملة عملية تغيير مسار، فده طبعا كلوستومي، فبالتالي هو بيعمل فحص عشان يشوف لو في أي مشكلة هنا في المنطقة الكلوستومي دي، لو في لا قدر الله في ابسس، في سيست، في تيومر، هنشوف إن شاء الله كل الكلام ده مع بعض. بعد كده طبعا أنا عندي في اكزيال تي 2 وباخد اكزيال سبير 36 صورة برضو، وبناخد اكزيال ان فيز واكزيال اوت اوف فيز. ايه هو الان فيز والاوت اوف فيز؟ طبعا الان فيز والاوت اوف فيز بالنسبه للفيزياء شرحهم طويل جدا، ولكن باختصار شديد هم فيهم خصائص التي 1، فيهم خصائص التي 1، ولكن الان فيز بيكون قريب جدا للتي 1 العادي
اما الاوت اوف فيز بيكون زي التي 1 برضو، ولكن بيظهر لي الكورتكس بتاعت كل عضو، بيظهر لي حروف كل عضو بحيث ان هو يبقى ظاهر بشكل كويس جدا، بيحدهولي كان بالظبط مرسومين بالقلم الرصاص. ده الفرق بين الان فيز وبين الاوت اوف فيز. وطبعا السيكونسين مهمين جدا جدا بالنسبه لفحوصات الابدومن، سواء هتعمل ابدومن او هتعمل او هتشتغل على الليفر دايناميك، وان شاء الله هنشوف قدام باذن الله هنعمل فحص الليفر دايناميك اللي هو ترايفيزيك ليفر في الام ار، وان شاء الله في فيديو في فيديوهات قادمه باذن الله هنشوف كل الكلام ده مع بعض ان شاء الله. زي ما انت شايف طبعا بعد ما خدنا الاكزيال تي 2 بناخد طبعا اكزيال ستير، وبناخد اكزيال ام فيز واكزيال اوت فيز اوت اوف فيز، وبناخد طبعا الديفيوجن ضروري جدا في حالات الابدومن او حالات الليفر، بناخد طبعا الديفيوجن عشان لو في اي تيومر يظهر معانا بشكل كويس، وبعد كده بناخد كورونال تي 2. زي ما انت شايف طبعا بعد ما وصفنا الديفيوجن، زي ما انت شايف الديفيوجن ما بيبقاش ضروري قوي في منطقه البلفس من تحت، فبنعمل الديفيوجن على منطقه الليفر على منطقه الابدومن بس، وبناخد بنغطي يعني الليفر بشكل كويس. زي ما انت شايف دلوقتي بنعمل الكورونال، ده كورونال طبعا تي 2، بنفتح الفيلد اوف فيو بشكل كويس بحيث يغطي لي الابدومن كلها، بنفتح رايت ليفت كويس، وبنفتح من الهيد للفيت كويس بحيث نجيب من فوق الدافرام ونغطي الليفر بشكل كويس، ونجيب لحد البيبك بون زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بيجي في الصوره اللي في النص دي بنجيب الكورونال عشان ننزل الاكزيال التي 2 اللي نزل معانا جديد، ونشوف نوصف عليه الكورونال بشكل كويس جدا. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الاكزيال، ده الاكزيال تي 2 اللي نزل، فطبعا الحاله فيها هيرنيا، فيها امبلايكال هيرنيا زي ما حضراتكم شايفين اهو، في امبلايكال هيرنيا موجوده في الابدومن، وطبعا معمول لها تحويل مسار برضو على الرايت سايد، معمول لها تحويل مسار زي ما حضراتكم شايفين. فطبعا الحالة زي ما حضراتكم شايفين مشاكلها كتير، فيها امبلايكال هيرنيا، فيها عاملة كلوستمي، عاملة عملية كلوستمي زي ما حضراتكم شايفين. وبالتالي ده الفحص بتاعنا، ده الاكزيال تي 2، بنقلب الصور من فوق لتحت زي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي ان احنا مغطيين الابدومن كلها من فوق لحد ما دخلنا في الشيست، ومن تحت طبعا لحد البيبي بون. بنظبط البوكس بتاعي على الكورونال زي ما حضراتكم شايفين، وبتظبط القطات بتاعتي على الاكزيال بحيث ان انا اغطي المشكله بشكل كويس جدا. بعد ما خلصنا الابدومن طبعا انا عندي ده موجود معايا البلفز زي ما حضراتكم شايفين، ولكن بما ان السيكونس ظاهر معايا بشكل كويس او السيرفي جايب للبلفز معايا بشكل كويس، فبالتالي مش محتاج اي حاجه، مش محتاج اي حاجه بالنسبه للبلفز. خلاص انا خدت السيكونسات بتاعت الابدومن، شملت معايا البلفس في الفحص، فبالتالي مش محتاج اي حاجه بالنسبه للبلفس من تحت، لان المشكله كلها في الابدومن وانا غطيتها بشكل كويس في السيكونسات بتاعتي، فمش ضروري ان انا اخد حاجه على البلفس. في قاعده مهمه جدا بالنسبه لفحص الابدومن بلفس او بالنسبه للبلفس عموما، يعني لو الحاله اللي قدامك في ميل، بسم الله الرحمن الرحيم بلفس، لازم اخد ساجيتال تي 2، لازم اخد ساجيتال تي 2 تمام. طبعا الساجيتال ما بيبقاش ضروري في حالات الابدومن بلفس، ولكن لو الحاله اللي قدامك في ميل لازم تاخد ساجيتال تي 2 على منطقه البلفس، علشان من خلاله بنشوف اليوترس بشكل كويس جدا، فضروري جدا لازم تاخد ساجيتال تي 2 على منطقه البلفس لو الحاله اللي قدامك في ميل تمام كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي السيكونسات اللي انا خدتها بالنسبه للابدومن بلفس بالنسبه للحاله اللي قدامنا دي. وطبعا الحاله اللي قدامنا دي مش مطلوب لها صبغه، فبالتالي مش هناخد سيكونسات صبغه. فطبعا هنبص على السيكونسات اللي احنا خدناها بدون صبغه، خدنا اكزيال تي 2 زي ما حضراتكم شايفين، وخدنا الاكزيال سبير اللي هو الستير، وخدنا اكزيال ان فيز والاكزيال اوت اوف فيز، وخدنا الديفيوجن طبعا، وهنشوف ازاي بنطبع الديفيوجن ان شاء الله دلوقتي، وخدنا كرونال تي 2. ده كل اللي انا بحتاجه بالنسبه لفحص الابدومن بلفس، ده بالنسبه لفحص الابدومن بلفس في حاله لو الحاله ميل، لو الحاله راجل. لو الحاله في ميل باخد ساجيتال تي 2 على منطقه البلفس عشان نظهر اليوترس بشكل كويس جدا. طبعا ده طبعا اللي قدامنا ده الاكزيال تي 2، وطبعا الاكزيال تي 2 بعد كده بنخش على الاكزيال سبير، ده طبعا الاكزيال سبير زي ما حضراتكم شايفين، ده الاكزيال سبير، بنظبط الكونتراست بتاعنا بشكل كويس بحيث يبقى ظاهر، ولو في اي مشكله تظهر معانا برده بشكل كويس جدا، بنزوم الصور او بتقللها على حسب الفيلد اوف فيو اللي معاك بالنسبه للفيلم بحيث فورمات الفيلم. طبعا بنطبع 36 صوره لكل الاجزيالات اللي احنا خدناها، بناخد 36 صوره
بنطبع الاجزيا السبير بتاعنا. بعد كده بننزل السيكونس اللي بعد كده اللي هو الانفيز. ده طبعا شكل الانفيز زي التي 1 ولكن ليه خصائص معينه، ولكن هو بياخد مواصفات التي 1 زي ما حضراتكم شايفين. هو ده، دي الصور طبعا بتاعه الانفيز. بنظبط الصور بتاعتنا بشكل كويس. لو عايز تتاكد وتشوف شكل الانفيز بشكل كويس ممكن توقف الفيديو وتركز في الصور وتشوف الانفيز بيبقى ظاهر ازاي. ده طبعا شكل الانفيز. بنطبع الانفيز بتاعنا وبعد كده بنجيب الاوت اوف فيز زي ما اتفقنا. قلنا ان الاوت اوف فيز زي ما حضراتكم شايفين بيظهر لي كل اورجن من الاورجنز اللي موجوده في الابدومن، وهي متحدده بشكل كويس جدا كانك بالظبط رسمها بالقلم الرصاص زي ما حضراتكم شايفين. الحاله ظاهره بشكل كويس، كل اورجن لوحده، الكورتكس بتاع كل اورجن ظاهر بشكل كويس ومتحدد بشكل كويس جدا بحيث نقدر نحدده من الاورجن اللي جنبه. وده طبعا الاوت اوف فيز اهوت نزل لي بشكل كامل. بنزوم الصور بشكل كويس. اهم حاجه ان انا ما اقطش المشكله بتاعتي او ما اقطش الفحص بتاعي، واجيب الفحص بتاعي بشكل كامل، افتح الصور بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين. الام فيز والاوت اوف فيز زي ما اتفقنا ان هم الاثنين واخدين خصائص التي 1، ولكن الام فيز بيكون ناعم شويه عن الاوت اوف فيز. الاوت اوف فيز بيكون شارب شويه وبيكون محدد لي الاورجنز اللي موجوده في الابدومن بشكل كويس جدا. طبعا الاوت اوف فيز بعد كده بنستنى الديفيوجن لما ينزل. طبعا بالنسبه للحاله اللي قدامنا دي، لو انا محتاج ان انا احقن صبغه باجي اسحب التي 1 اللي هو الام فيز. طبعا انا بالنسبه للابدومن ما باخدش تي 1 عادي لان ما بيبقاش حلو جدا بالنسبه للابدومن، فبالتالي انا بالنسبه للابدومن باخد التي 1 ام فيز. تمام. فطبعا لما اجي احقن صبغه، بعد ما بحقن الصبغه باخد سيكونس واحد فقط اللي هو الاكزيال تي 1 ام فيز. تمام. باخد ام فيز بوست انجكشن، ده بس الحاجه الوحيده اللي انا باخدها بعد الصبغه. بعد كده انا بنحضر للديفيوجن ونستنى الديفيوجن لما ينزل. ودي طبعا مقارنه بالصور بسيطه جدا ما بين الام فيز والاوت اوف فيز. وهزوم لك دلوقتي الصور بحيث ان انت تبص عليهم بشكل كويس. ده طبعا اللي على الشمال الام فيز، واللي على اليمين ده الاوت اوف فيز. ده طبعا الام فيز والناحيه الثانيه اهوت الاوت اوف فيز. تلاقي ان كل اورجن متحدد بشكل كويس جدا، الكورتكس بتاع الاورجنز ظاهره بشكل كويس، متحدده بشكل كويس جدا عن الاورجنز اللي جنبها. تحس ان الصوره شارب شويه في الاوت اوف فيز عن الام فيز. تمام. بعد كده طبعا بنيجي ننزل بقى الديفيوجن. الديفيوجن بينزل لي طبعا باكتر من سيكونس. طبعا انا بختار سيكونس واحد هو البي 600 اي او البي 600 اي. فبختار السيكونس ده وبختار السلايس دي وباجي على علامه اول وبقول له لا انا عايز السلايس دي بس. فبنظبط وبنفتح الصور بشكل كويس. اهم حاجه ان انا اظهر المشكله، اظهر الامبلايكال هيرنيا اللي كانت موجوده، وبظهر طبعا الكولوستومي او تحويل المسار اللي موجود على الناحيه اليمين. ونيجي على الناحيه الثانيه بننزل الاي دي سي بالنسبه للديفيوجن. طبعا بعد ما اخترنا البي 600 اي باجي الناحيه الثانيه وبنزل الاي دي سي بتاعها واظبط الصور بشكل كويس كده زي ما حضراتكم شايفين عشان خاطر نشوف لو في اي تيومر لا قدر الله، في اي مشكله او في اي تجمع مائي في سيست في ابسس نقدر نشوفه من خلال الديفيوجن والاي دي سي بتاعه. وبعد كده بنطبع الديفيوجن وبنستنى الكورونال تي 2 اللي اخر حاجه معايا بالنسبه للابدومين بلفيس. لما نيجي نبص على الديفيوجن مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، ده طبعا الديفيوجن، ده البي 600 زي ما حضراتكم شايفين. دي الصور بتاعتي بحاول ان انا اخليها متفتحه بشكل كويس عشان لو في اي مشكله تظهر معانا في الفحص زي ما حضراتكم شايفين. الديفيوجن بيكون مهم جدا وضروري جدا عشان يظهر لي لو في اي لا قدر الله في تيومر في ابسس في سيست، كل ده بيظهر طبعا في الديفيوجن. وطبعا بالنسبه للبرين بيكون مهم جدا في حالات الاستروك، وبيكون مهم في حالات التيومر عموما بالنسبه للجسم ككل. لو جينا بصينا تحت في الصور اللي تحت تلاقي ان في منطقه الكولوستومي تلاقي ان في تجمع مائي بسيط موجود في منطقه الكولوستومي اللي كنا بنتكلم عليها. بعد كده بينزل لي الكورونال تي 2 اللي طبعا السيكونس كان شغال والوقت الحمد لله خلص، وينزل لي السيكونس اللي هو الكورونال تي 2 زي ما حضراتكم شايفين. ده الكورونال بيكون طبعا زي ما اتفقنا ان الكورونال بيكون من ورا لقدام. بظبط الصور بتاعتي بشكل كويس. اهم حاجه ان انا اغطي المشكله، بجيب من نهايه الليفر من ورا حتى اغطي منطقه الابدومن من قدام، وبغطي الامبلايكال هيرنيا اللي كان موجود. لو بصيت على الصور اللي تحت خالص هتلاقي ان في الامبلايكال هيرنيا ظاهره بشكل كويس، ومنطقه الكولوستومي على الناحيه اليمين ظاهره بشكل كويس في الفحص. احاول ان انا ما اقطرش المشكله.
وبكده الحمد لله يكون خلصنا الفحص بتاعنا من حيث الابدون بلفز بشكل كويس. لو انا عايز اقفل الريسب زي ما اتفقنا بنيجي على الشمال خالص عند علامه الريسب، بدل ما اخليها ار اي اس او ريسب بخليها بلانك بحيث ان انا اوقف الريسب بتاعي واشيل الريسب في حالات اخرى. طبعا احنا بنستخدم الريسب في حالات الابدومن ضروري جدا، في حالات الليفر دايناميك اللي هو الترايفيزيك، في حالات لو احنا طبعا هنعمل اي فحص بالنسبه للشيست، سواء هنعمل الميديا ستاينال بالنسبه للشيست او هنعمل لو في مشكله طبعا في الشيست وول لازم بنستخدم الريسب معانا. طبعا لو احنا هنشتغل فحص اللي هو الانتروجرافي بالنسبه للسمول انتستين او هنشتغل على اي حاجه في الابدومن لازم ضروري جدا نستخدم الريسب عشان ينظم لي النفس بتاع العيان وياخد لي الصور في حاله ثبات النفس بتاع العيان. وبكده الحمد لله يكون خلصنا الفحص بتاعنا من حيث الابدوم بلفس بشكل كامل، وشفنا طبعا ازاي بنجيب الابدوم بلفس مع بعض في صوره واحده، ده في حاله ان العيان قصير يساعدنا ان احنا نجيب الابدوم بلفس كلهم في فحص واحد مع بعض وان شوت. وطبعا السيكونسات اللي بناخدها، بناخد السيرفي طبعا ضروري، بناخد اكزيال تي 2، اكزيال سبير، اكزيال ان فيز، اكزيال اوت فيز، اوت اوف فيز، وبناخد طبعا الديفيوجن، وبناخد كورونال تي 2 على الابدوم بلفس مع بعض. ان شاء الله استنونا في فيديوهات قادمه هنشوف الفحص ده بالتفصيل بشكل كويس جدا في حالات الترايفيزيك، وهنشوف ازاي بنعمل الترايفيزيك اللي هو الليفر دايناميك، وازاي بنشتغل البلفس لوحده برضو بالصبغه، وطبعا حالات الترايفيزيك بتكون طبعا بالصبغه. استنونا في فيديوهات قادمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.